وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة برنامج بكل جراءة قناة مصر البلد. برحب بكل اللي بيشوفوني في كل مكان في كل محافظات مصر. يا رب يوم خير عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في كل مكان. قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة فخليني نعرض الصورة على حضراتكم، وياريت اللي يتعرف عليها يتصل بالرقم اللي موجود ويمكن نقدم المساعدة. خلينا اقول لحضراتكم ربنا يطمن قلب امها وابوها واهلها عليها، واحنا بنتمنى يا رب بنتمنى حد يتعرف عليها ويبقى احنا سبب بامر الله. وده مش غريب على مصر البلد ولا على برامجها، كلنا موجودين في خدمة حضراتكم. احنا هنا بنقدم زي ما بنقول كبسولة فيها كل الامور اللي بتتعلق بحياتنا اليومية، دراما، افلام، مسلسلات، برامج. وكمان مش اي برامج، هي برامج يعني في اصل الامور هي خدمة السادة المشاهدين. خلينا اقول الصورة هتطلع قدام حضراتكم برقم تليفونها، وعايز اقول ساعات واتمنى في كل برامجنا وفي كل يعني بشكل عام في الاعلام يبقى فيه دائما وابدا، واحنا اتعلمنا ده من اساتذتنا في التلفزيون المصري زمان لو حضراتكم تفتكروا، يعني كنا بنشوف يعني المفقودين وكنا بنحاول زمان يحصل ده. مصر البلد ستيل بتعمل ده ومهتمة بده، انها تعرض وتساعد وتقدم كل ما هو يهم المواطن المصري في كل مكان. خليني اقول لحضراتكم زي ما متعودنا كمان بنعرض صور المناسبات والحاجات. قبل ما نعرض اي حاجة عايز اسأل حضراتكم سؤالين. السؤال الاولاني، لازم تبطلوا تصدقوا الشائعات. السؤال بيقول هل يا ترى لغاية النهاردة بعد الحاجات اللي كل دقيقة بنشوف شائعة لسه بنصدق؟ يا مصريين كفاية، الشائعات تهد دول، الشائعات تأثر على بورصة، الشائعات تأثر على سياحة، الشائعات تأثر على حاجات كتير، واحنا لغاية النهاردة الشائعات بالنسبة لنا مصدر. الشائعات لغاية النهاردة بنتداولها وكأننا بنهني بعض في رمضان ولا في عيد. لإمتى هنفضل شايفين ان الشائعة قال انا عرفت الخبر الاول فبعته لكل الناس؟ ايه المميز في ده؟ هكلمكم عن تفاصيل اكتر واقول لكم على شائعة النهاردة، يعني حاجة غريبة جدا برضو، وفكرتها واللي عملها ليه. هتقعدوا تضحكوا، يعني هتضحكوا بجد. خليني بس اعرض صورة الفتاة المتغيبة، يمكن ربنا يجعلنا سبب. دي صورتها، اسمها جهاد محمد عبد اللطيف، متغيبة من يوم 26/2. رقم التليفون قدام حضراتكم، اتصلوا لو تعرفتوا عليها 010-6272-6813. نقول الرقم كمان مرة، حاضر، 010-6272-6813. ده ارجوكم يعني لو حد يقدر يدلهم يبقى كتر خيركم، مع مراعاة ان اللي هيتصل يبقى بيقول حاجة بجد، لان الناس وقت الموضوع ده بتبقى ما بتستحملش اي نوع من انواع يعني اللطافة او الهزار يعني. فاللي يساعد اتمنى يساعد بجد. اسبوع ده قمنا على كابوس، كارثة، قمنا على خبر وصوت وانفجار في محطة رمسيس، نيران في كل مكان،
وطبعا انا الكلام ده يعني قتل بحثا، واتكلموا المتخصصين واتكلموا الناس اللي في محطة مصر والمسؤولين عن السكة الحديد وعن القطارات، واتكلموا في كل البرامج واتكلموا في كل مواقع السوشيال ميديا. انا لن اضيف جديد، ولكن مبدئيا بالحق اقول لازم اقول للناس اللي فقدت ذويهم البقاء لله، لازم اقدم تعازي قناة مصر البلد من رئيس مجلس الادارة والعاملين فيها. بنتمنى يا رب، بنتمنى يا رب تحتسبهم يا رب العالمين في الجنة، وتشفي كل مصاب في هذا الحادث الاليم. قمنا على سواق بارد مستفز طلع علينا من وجهة نظر، وانا لا اخوض في تفاصيل لا تحقيق ولا البحث ولا من المخطئ، ولا انا متخصص في ده ولا اعرف اقول ده، ولا يعني ده شغل متخصصين لجان وشغل القضاء، وان شاء الله يعني نوصل لنتائج ومعلومات من حتى التقارير اللي هتتقدم لرئاسة الوزراء ومجلس النواب. انا بس سؤالي، وطبعا كل الناس قعدت تقدم تقارير فنية من وجهة نظرها، واللي يقول الحكومة المسؤولة، واللي يقول انه ده عمل يعني ارهابي، واللي بيقول هو مقصود، واللي بيقول غير، وناس عمالة تتكلم. وكنت اتمنى يجي لنا بيان صحفي واعلامي موجه من وزارة النقل بلجانها تقول لنا الواقع يعني توصلوا فيها ليه. هو بيتكلم في حاجة مش مفهومة، حاجة مريبة، هتدخل نظرية المؤامرة انه ممكن يكون عامل حاجة، كل حاجة في الدنيا وردة. فكرة المقصر لازم يتحاسب، لازم جدا وبسرعة لازم. وخليني اقول لحضراتكم انا واقف عند الحكاية دي عشان الحكاية دي لو بنتكلم عن محطة مصر ومشكلة القطار هتقابلنا تفاصيل كتير في حياتنا، ما كانش النهاردة يبقى بعدين. فكرة المهمل اللي لازم يتحاسب ايا كان السلم ايه، ايا كان السلم ايه، يعني المهمل ده لو وصلنا ان مثلا يعني كانت الصيانة بكل ما فيها من مهندسين وعاملين ومديرين يتحاسبوا، كله يتحاسب. السكة الحديد بتتعامل مع حجم مواطنين يوميا بيصل لاكتر من 500,000 مواطن، ودي في مش في الايام الاعياد، دي في الايام العادية. نقيس على كده حاجات كتير. الدولة بالحق اقول في تطوير في السكة الحديد، والدليل تصنيفنا كنا حاجة و70 في 16-17، 17-18 تصنيفنا بقى 51، في تطوير في السكة الحديد. بس مش اللي يتعمل في سنين كتير من اهمال وسنين كتير فاتت، عهود ما كانش بيحصل لا تطوير لا سكة حديد ولا جرارات ولا خدمات ولا عوامل امان ولا اي حاجة، ما كانش بيحصل اي حاجة. انا بقول لكم والله يا مصريين ما كان بيحصل اي حاجة. المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي، انت لما تشوفني استوديو بتاعي ده مبهدل، هو ما اتبهدلش في يوم، هو اتبهدل في كتير قوي، بس احنا عشان ما عملناهوش ما بنهتمش بيه ما بنصلحوش، فضل حالته تتأخر لغاية مشاكله بقى كده. فانا بقول لحضراتكم السكة الحديد، انت مش بتكلمني عن كشك، انت مش بتكلمني عن محل بنجهزه، انت مش بتكلمني عن محل بعمله صيانة، ده هيئة السكة الحديد بقطاراتها اكتر من 200 رحلة داخلة رمسيس، 140 خروج و140 دخول، قطارات داخلة خارجة، حجم عظيم من القطارات. في مشاكل بس احنا بنتحرك ناحية المشاكل. هو فكرك احنا النهاردة عشان نعمل قطر ولا نعمل جرار
ما خلينا نقول بجد بقى ونقول الصراحه ونوجه نفسنا يعني. هو انا النهارده عشان اقول انا عايز جرارات ولا عايز جترات هبدي ايدي اروح مطلع القطر حاطه على قضيب القطر؟ يعني ما فيش كده. بتتعمل وبتتعمل بقياسات فنيه تناسب القائد، سواء القطر المصري والظروف المصريه وكل حاجه. فاحنا اللي صنفونا في العالم كنا حاجه و70 ترتيبنا بين 51. فبيحصل حاجات بنتحرك، ولكن السلامة، عوامل السلامة في كل حاجة في الدنيا لازم ناخد بالنا منها في كل حاجة. يعني بلاش نخاطر. عندك جرار حاسس ان في ازمة او في فرامل مش مظبوطة او في سرعات مش مظبوطة، ما تطلعوش. السواق اللي بيسوق القطار ده بعد اذن حضرتك يتكشف عليهم مره واثنين وثلاثه، اتعامل معاه انه طيار. انا عايز اسال سؤال، هو اللي بيسوق الطياره مش بيتعرض لاختبارات؟ على اساس ان الناس اللي بتركب الطياره دول بني ادمين، واللي بيركبوا القطر بني ادمين تانيين. مش اللي فوق دي ناس واللي تحت دي ناس، الفرق ان ده دفع 15,000 جنيه في والتاني لا. لا، دول ناس ودول ناس. اللي بيسوق القطار لازم اعرف عايش ازاي، بيشرب ايه، احلله. مش يمكن عنده حالة نفسية، مش يمكن يكون بيتعاطى مخدر، مش ممكن يكون اي حاجة، مش ممكن يكون ليه ابعاد يعني ليه علاقة بفكرة او باي حاجة. يعني زي ما كل السوشيال ميديا قالت. تاني حاجة، هدوء السواق وهو طالع علينا مستفز جدا بصراحة. انت راجل عامل جريمة، قال لك انا اروح وتاني يوم ابقى جابوس. تبصت على ايه؟ انت سايب خرطوم مفتوح، ده انت عامل حادثة. ما تهزرش. فين مديرك وفين مدير مديرك وفين الناس وفين يعني فين اللي حصل؟ فين دول؟ زي ما قلت لحضراتكم الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، وسائل اعلام كتير اتكلمت فيه. لن اضيف، مش هقول جديد، بس هقول عظة ودرس. عظة ودرس. اسأل حضراتكم سؤال وانا بقول اهو، والكلام ده برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. عوامل السلامة والامان، احنا شفنا في الحادثة بتاعت محطة مصر الراجل كان ماسك جيركن مية وبيتحاول يطفي. في طفايات حريق، كان في عربية مطافي موجودة على الرصيف وجاهزة للتعامل مع الحادث. بس خليني اقول لحضراتكم، كان لازم يبقى ندور على عوامل امان اقوى من كده في كل المجالات. في المدارس لازم يبقى في طفايات حريق. مش وارد يحصل حاجة، مش وارد يحصل اي حريق في اي مدرسه بعد الشر عليكم وربنا يحفظكم. المستشفيات، اي مكان بيتجمع فيه ناس كتير لازم يبقى فيه عوامل امان. الاسانسيرات اللي طالعه نازله لازم امنها، دي بتشيل ناس وبتطلع ناس وبتجيب مرضى، لازم اخد بالي من صيانتها. وكان حصل قبل كده مستشفى اتكلمنا فيها برضو، حصل سقوط الاسانسير قبل كده وناس ماتت فيه. ارجوكم ارجوكم خدوا بالكو. اي واحد يبقى يكرر يبقى مدير في حتة، اي واحد يكرر يبقى مدير في حتة، يبقى عينك في وسط راسك. احنا فاهمين ان الادارة، خد يا ابني انت راح فين وانت ايه اللي معادك كده، انت مخصوم لك يومين. لا، الادارة حاجات كتير قوي منها تفاصيل. الراجل اللي عمال يطلع الجرارات ويدخل الجرارات وبيعمل مناورة اسمها مناورات، يعني من الحاجات اللي شفتها، يعني الحكايه دي اسمها مناوره. ده بيسوق جرار جواه مزيوت وجاز ودنيا كبيره كده. فكره ان هو بيقول لك انا خبطت واحد يعني قطار تاني، احنا الاتنين جرارين خبطنا في بعض. يخبطوا في بعض ليه؟ ليه؟ والراجل السواق يقول لك اصل انت، ما انت ممكن وانت ماشي، انت عارف لما عربيتك بتخبط عربيه بتقف انتوا الاثنين زعلانين، ما بالك ده جرار. ايوه، ما عشان ما بالي ده جرار، ازاي الجرار يخبط في جرار؟ انتوا مش ماشيين بدريكسيون يعني، وهتعمل كده القطر يجي يمين وتعمل كده القطر يجي شمال. انت ماشي على قضيب، القضيب اللي يتحرك من هنا لهنا لازم في ابعاد ملاحيه زي ما بيحصل في الطياره. خد بالك ما تنزلش عشان في المدرج مش فاضي، خد بالك في ارتفاع معين في طياره تانيه ماشيه. برضو الجرارات دي تعمل معاها كده حتى لو ما فيهاش بني ادمين، وحتى لو مش هتعمل حادثه، وحتى لو مش هتفجر.
ما هو لما يتخبط جرار في جرار باظوا، ولما يبوظوا دي فلوس الدولة نحافظ عليها، ازاي يخبطوا بعض؟ وخصوصا ان دول مش قطرين دخلوا في بعض، ده اتنين جرار، يعني الحركة دي المفروض متعارف عليها، ده داخل وده خارج وماشيين بسرعة كام؟ قال لك 8 كيلو في الساعة. 8 كيلو في الساعة دي سرعتهم. يعني خدني على قد عقلي، انت 8 كيلو وانت 8 كيلو هتخبطوا في بعض هتعملوا ايه لما تخبطوا في بعض يعني بسرعة 8 كيلو؟ ايه اللي هيحصل؟ انا لما بعد الشرع على حضراتكم لما حد بيخبطني بعربية وهنزل اتخانق معاه زي ما السواق قال، اول حاجة بعملها ببطل العربية وشيل المفتاح وانزل اتخانق. مش هو ده الكلام؟ ولا عشان الجرار ما فيهوش حاجة تتسرق ويتخاف عليها فسايبه داير؟ مش فاهم. ان شاء الله هنفهم، وان شاء الله التحقيقات هتثبت من المخالف، تحقيقات هتجيب اكيد حقهم، مش يعني حقهم طبعا، رب العالمين يجازيهم في الجنه باذن الله في ارواحهم الكريمه، واتمنى الشفاء العاجل لاخوتنا المصابين ويلهم اهليهم الصبر والسلوان، اللهم امين. خلينا نروح لجزء تاني. جالي مشكله في التموين، كان وانا قلت في حلقة قبل كده ان في فئات هتتأثر او هتتحذف نصا، هتتحذف من البطاقة التموينية، وقلت ان البطاقة التموينية الاشخاص اللي هيتحذفوا منها، واحد اللي بيستهلك كهرباء 650 واط بما يعادل 1000 جنيه في الشهر، وقلنا اللي عنده عربية موديل حديث هيتحذف، وبرضو قلنا الناس اللي بتعمل في وظيفة مرموقة هيتحذف، وانا ساعتها وقلت كمان فيها ان فاتورة المحمول اكتر من 800 جنيه في الشهر، وساعتها انا قلت وانا بكلم حضراتكم بالحق وقلت الله حاجة حلوة. ليه حاجة حلوة؟ لان انت عندك عربية موديل عالي جدا وتعمل فاتورة موبايل ب 800 جنيه، فاتورة الكهرباء ب 1000 جنيه، فما تاخدش الدعم بقى، خلينا نطلع بطاقة جديدة لواحد ما مش قادر، خلينا نزود قيمة الدعم للناس اللي محتاجة، وانت خلاص الدنيا تمام معك. انا وافق يعني، كنت سعيد بالقرار حقيقي. النهاردة اتصل بيا وجالي اكتر من تليفون، وفي ناس طالبة الاتصال وهنعمل مداخلة طبعا معاهم نعرض مشكلتهم، وحتى ارد عليكم واقول لكم انا لما كلمت الاعلام في وزاره التموين قالوا لي ايه. خلينا اقول لحضراتكم فكره، ودي المشكله اللي محتاجين لها حل ونعرف المشكله فين. معايا الحاج ياسين ابو طلعت صاحب بطاقه تموينيه، النهارده راح يصرف التموين حصل له مشكله نعرفها منه. اهلا بيك يا حاج ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك وطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. هنقعد نقول لبعض السلام عليكم كتير النهارده كده. اه زلمه محمد. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضل. حبيبي يا دلوقتي حضرتك البطاقه بتاعتي بقى لي 14 ما باخدش تومين. كويس. فنزل القرار اللي هو بتاع الكهرباء ده، طب انا جاي لي الشهر اللي فات 54 جنيه. او حاجه و50 جنيه. الشهر ده جاي 51، ما عنديش استهلاك كهرباء، هي الثلاجه يعني حاجات بسيطه. كويس. طب وقفوا لي البطاقه دلوقتي حضرتك. يعني دلوقتي انا بصرف، احنا اربع افراد فيه، انا وعيالي وفي اتنين ما نزلوش، احمد وبسمله، دول صغيرين. ما ضفتهمش ليه؟ ها؟ ما ضفتهمش ليه؟ والله احنا ادينا الورقه بتاع التومين وبتاع التومين عمال يمطوحنا من هنا لهنا لهنا لهنا، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. تمام. السؤال يعني التاني، ممكن تقول لي اخر ثلاث شهور استهلاك قبل الشهرين دول، ثلاث شهور استهلاك قبل كده كهربا كان ايه؟ هو اكتر وصل بيجي لي 100 جنيه ده في الصيف. اكتر وصل بيجي لك؟ بيجي لي 100 120 100 في الصيف عشان بشغل مروحه مثلا. طيب عندي سؤال تاني، ممكن اعرف عداد النور باسم مين؟
عندك عدادات نور تاني للبيت باسمي في حاجه تانية باسمك في اماكن تانية؟ ما هو بيتنا، هو حضرتك ده بيتنا. مش فاهمني يعني، هل يا ترى انت عندك بيتنا هنا العداد باسمي وعندي بيت تاني مثلا في حته تانية باسمي؟ لا هي شقه بس بتاعتي مش بيتنا يا جماعه، بيتي وبيت اخواتي. وما عندكش شقه تانية بتاعتك؟ لا يا حاج. وما لا. عندكش عدادات تانية بتاعتك؟ لا حضرتك. طيب انا تواصلت النهارده مع السيد المحترم هاني العراقي منسق الاعلامي لوزير التموين. اه حبيبي. وقال لي ان لازم خلال الفتره بتاعت بدايه مارس لغايه نهايته تقدم تظلم على موقع دعم مصر على الانترنت. حضرتك احنا قدمنا التظلم وقال لك الموقع مش شغال. امتى تقدمته؟ النهارده. طيب خليني اقول لك موضوع الموقع اللي مش شغال ده، عشان كان انا معايا برضو منسق هنا في الحلقه وزير التموين. الموقع ده حاجه الكترونيه، وارد السيلفر بتاعها يقع لمده 10 دقائق، وارد يقع لمده نص ساعه. من موبايلك كده ادخل قدم التظلم، واكتب في التظلم اللي انا هقول لسيادتك عليه ده. قول ان حضرتك ما بتمتلكش عدادات غير عداد واحد باسمك. قول انك انت ما عندكش اي وحدات سكنيه تانيه غير البيت ده. قول اني انا بدفع فواتير كهرباء لمده سنه كامله ما عدتش ال 100 جنيه، وقول انك بتتظلم. لا 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 ما يعني 100 120. ما هو سامح لك لغايه 1000 جنيه. اكتر حاجه 150 جنيه. ما هو سامح لك لغايه ال 1000 جنيه، يعني انت ما تعديش استهلاكك اما 650 جنيه 650 كيلو وات اللي هو يعادل 1000 جنيه، ما دون ذلك عادي ان يجي 100 ويجي 150 ويجي 200 حتى يعني. فانت اكتب كده وقول وحط له برضو من ضمن الامور يعني انك لا تمتلك سياره مدير حديث، وانك لا تمتهن منها لها علاقه بالوظائف المهمه يعني. اكتب له كده حبيبي. ماشي. ورد ماشي. علينا واحنا كده كده في تواصل معاهم يعني، وانا ابعت لهم الشكوى تاني، وانا حتى دلوقتي هقول شويه اجراءات كده بتواريخ لموضوع وزاره التموين. بشكرك جدا حبيب. جدا بشكرك جدا. خليني اقول لحضراتكم هتقابلكم الفترة الجاية، وانا قلت هتقابلكم الفترة الجاية مشكلة لها علاقة بالحذف، وانا بعرض على حضراتكم دلوقتي شوية امور لها علاقة بالتموين. قالوا اعتبارا من بداية 1 مارس 2019 لابد ان يراجع كل صاحب بطاقة بون صرف الخبز او التموين، واذا وجد به عبارة وقف مؤقت غير سالي عليه اتباع الامور الاتية. سيلاحظ المواطن في بون الصرف الخاص بالخبز وبون صرف التموين انه مسجل به سبب وقف البطاقة التموينية المؤقت والغير سالي. قال ايه بقى؟ ان في 1 ابريل هتقف البطاقة نهائيا لو انتم ما بعتوش التظلمات. تاني، البطاقة هتقف نهائيا يوم 1 ابريل لو احنا ما تظلمناش. يعني ما يجيش حد يقول خلاص وقفوا العيش وقفوا العيش خليني في التموين وامرنا لله، هتقف البطاقة خالص. طب الحل ايه؟ ما احنا ما نعرفش يا ابني على الانترنت ندخل نعمل ايه. اي حد من جيرانك يا حاج يدخل لك على موقع دعم مصر ويكتب لك التظلم بتاعك. النهارده كلنا معانا تليفونات اندرويد، وكلنا معانا تليفونات يعني فيها انترنت، فاحنا نخش نعمل كده ولازم تعمل كده. مع اتصال تليفوني مين؟ استاذ يسري اتفضل. الو. اتفضل يا استاذ يسري. الله يخليك يا استاذ محمد، انا عندي مشكله ما لهاش دعوه بالتوقيت. اتفضل يا فندم. يا فندم انا سنه 2009 25/9/2009 رحت البنك الاهلي خدت قرض 12,500. كويس. اما جه المشير حسين طنطاوي سنه 2012 وزود المرتبات بعتوا لنا موظفين وادوني 10,000 استكمال. لغايه 1/7/2018 11 سنه بقول لهم يا جماعه شوفوا لي انا ليا ايه وعليا ايه، قالوا عليك 17,500 بالبنك. فصرت وزعقت وحرام عليك وقلت للمدير. طب قلت للمدير ايه؟ انا محتاج اعرف، ومحتاج اعرف ليه صرت وزعقت، وعايز اعرف دفعت ايه وكم فضيلك ايه، وممكن نجدول مع البنك ازاي. يعني في امور لها علاقة بتسوية المنازعات المالية اللي بين احد المواطنين الحاصلين على قروض وما بين ادارة البنك، وبيبقى عندهم اكتر من وسيلة ل يعني
يجدولوا الامور الماليه يعني. فخليني ارجع لحضرتك تاني او ارجع كلمني تاني عشان نتواصل مع سيادتك. خلينا نكمل في فكره ان يوم 1/4 ستتوقف البطاقه التموينيه في حاله عدم اتخاذ قرارات لها علاقه بالتظلمات. ابعتوا التظلمات على الموقع اللي انا هقول لحضراتكم عليه. خليني اقول لحضراتكم هناك فرصة ممنوحة، الاعلام اللي بعد كده على من السيد وزير التموين، هناك فرصة ممنوحة للمواطن مدتها 15 يوم فقط لا غير، تبدأ من 1/3/2019 وتنتهي في 15/3/2019. يبقى احنا معانا 15 يوم بس نتظلم عشان يوم 1/4 بعد ما نتظلم يوم 15/3 فيبحثوا التظلم لغاية يوم 1/4 بعدها تقف البطاقة. اللي انا بقوله ده حضراتكم ارجوكم تركزوا فيه، ارجوكم. كل واحد بيصرف عيش او بيصرف تموين وهو بياخد الوصل يتأكد في جملة هتتكتب له، احتمال تتكتب له لا علاقة بانك لا تستحق الدعم لانك فواتير الكهرباء مرتفعة مثلا، ساعتها لازم تعمل التظلم ده لازم. خليني اقول لحضراتكم كمان من ضمن الامور عشان نبقى برضو مع بعض، وهي فرصة تقديم تظلم في وقف البطاقة التموينية المؤقت والغير ساري. 2، يكون التظلم عبر الدخول على الانترنت خلال موقع دعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي. يبقى رقم البطاقة التموينية حضرتك هتضيفه ورقم القومي هتضيفه، بتظهر ساعتها بيانات البطاقة امامك. لن تقبل التظلمات بالمكاتب التموينيه. يعني ما حدش يقول لك طب انا ما اعرفش الانترنت انا اروح المكتب، لا ما تروحش. هو بيقول لحضرتك ما تروحش، مش هيقبل عشان بس ما نروحش ناخد بقى نركب الميكروباص ولا ناخد التوك توك ونتبادل ونقف طابور قدام 50 بني ادم وبعد كده نيجي عند الشباك يقول لك لا مش هينفع اعمل لك تظلمات ما عنديش. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده بعد اذنكم لو تعرفوا حد عنده بطاقه تموينيه تسالوه وارجعوا قولوا لبعض. خلينا نقول احنا يعني فكره تبادل بقى المعلومه السليمه بدل ما احنا بنتبادل الاشاعات. الحق يا ابو مصطفى ده الوزير مشي ولا الوزير الجديد اسمه مش عارف ايه بتاع النقل الجديد، بدل ما احنا بنتبادل ده تعالى نتبادل معلومه سليمه. الحقوا عشان البطاقه لما هتقف هتبقى فيها ازمه في ان احنا نرجع بطاقه اذا كان ده كمان متاح، ما يبقاش خلاص الحكايه بالنسبه لك انتهت. اي حد بيشوفني اتصل باي حد من جيرانك قرايبك، بطاقتك وانت بتصرف الخبز بالبون او التموين بالبون، شوف اتكتب لك حاجه لها علاقه بالحسب ولا لا، عشان لو ده حصل لازم نعمل تظلم خلال 15 يوم. استاذ صبري اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا باشا انا عندي مشكله من سنه 2012. اتفضل. وطي التلفزيون بس. وطي التلفزيون بس. عندي مشكلة من سنة 2012. خير يا رب. بنت حضرتك متعينة، أنا من محافظة الغربية قرية محل زياد. بنت حضرتك متعينة تبع التمريض في سوهاج. عندها دلوقتي ولدين وحامل في الابن الثالث. من 2012 لحد دلوقتي بنبعت تظلمات لتحويلها جامعة سوهاج، يقول لك احنا في احتياج للتمريض. طب اذا كانت انتوا عندكم معهد خريج تمريض من 2012 لحد 2019 مش قادر توفي العجز اللي عندك؟ لا المفروض يبقى عنده يعني وفر عجز وعمل خبرات كمان. دي حاجه. تاني حاجه لما بنبعت التظلمات هناك، وبعت السيد الوزير اكتر من مره، وبعت الشكاوى الحكوميه اكتر من مره. بعت الوزير مين؟ الوزير الصحة بنفسه قابلته. وزير الصحة؟ وزير الصحة، ورحت قابلت الدكتورة كوثر رئيس التمريض. لا استنى انا عندي سؤال بس، هي مش هي شغالة ممرضة في مستشفى من مستشفيات الجامعة؟ بس احنا خدنا لها اجازة من 2012 لحد دلوقتي. ايوه انتوا كده تتبعوا وزارة التعليم العالي ولا تتبعوا وزارة الصحة؟ ورحت قدمت 100 شكوى لوزير التعليم العالي. ايوه ما هو وزير التعليم العالي هو المنوط بيه لانها بتشتغل في احدى مستشفيات الجامعه. بيبعت للجامعه، الجامعه ترد عليه تقول له احنا في احتياج للتمريض. في حين ان الخريجين اللي معاها كلهم اتحول لهم. يعني الدفعه اللي كانت معايا يا باشا معظمها اتحولت.
طيب. يعني انا ازاي كأب قاعد في الغربيه ابعت بنتي بطفلين وحامل في الثالث تقعد في صهاج في الظروف اللي احنا فيها دي؟ ينفع؟ والله هو موضوع ينفع او ما ينفعش، هي البدايه ان البدايه هي كانت في الغربيه، فكان لازم تلتحق بمستشفيات في الغربيه، ما كانش يعني فكره انها تلتحق بسوهاج وهي من الغربيه، ده اللي غريب شويه. ولكن عشان ظروفها كحامل بقى وكأم لازم نراعي بقى انها يعني تبقى جنب والدتها، وكلنا يعني ما احنا عارفين ان الست في وقت الحمل تحتاج اهلها جنبها، فيعني مش معقوله هيتشحططوا لها يعني في الظروف دي. واتمنى يعني السيد وزير التعليم العالي يدعمنا في ده، واحنا هنحاول نقدم له طلب يعني، وحضرتك بس بعت لنا بياناتها واللي في الخير ربنا يقدمه باذن الله. خليني بس ارجع تاني للتموين، عشان التموين ده مجنني. انا ليه مجنني؟ لان انا فارق معايا قوي ازازه الزيت بتاعت الحاجه ام ممدوح اللي قاعده في سوهاج. نقول تاني، فارق معايا كيلو الرز بتاع الحاجه سنيه. اصل هي ازازه الزيت بتعمل بطاطايه ولا شويه طعميه وبتاكل، ففارق معاها. ولما بتشتكي وبقابلها وبسمع منها ان ازازه الزيت اللي هي شايفه انها العمود الفقري للمنزل، فلازم اقف. فعشان كده انا على قد ما بقدر بجيب معلومه، عشان كده احنا محتاجين المعلومه تبقى طول الوقت متداوله. يا جماعة قولوا لبعض، طالما احنا مش قادرين نوفر مساحة اعلامية للحكاية دي، خلينا احنا نقول لبعض يا جماعة من فضلكم اللي يعرف حد عنده بطاقة تموينية وبيحذف من الخبز او من التموين يقوم بالاتصال التليفوني بيه ويقول له موقع دعم مصر ادخل على باب التظلمات ببطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية، سجلهم، هيطلع نامك بياناتك باسمك بتفاصيل بطاقتك، اكتب انك متظلم لانه وصل النور، وياريت تكتب له كمان يعني وانت بتحط التظلم ده قول وصل النور رقم العداد كذا شقة كذا وقيمة الوسط جاية لكذا قاطعة ولم امتلك عداد كهربائي في اي حتة في الدنيا. ام محمد اهلا بيك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا ابني، والله انا كان ليا سنتين بشتكي على بطاقه التموين، وانا ست ارمله ومريضه ومعايا سبع عيال، ويا دوبك انا عاملاها علشان ربنا يعيش بس، جم يطلعوا لي ابويا ما تعيطيش عشان خاطري. طيب ما تعيطيش عشان ولاني جاي فاتوره التليفون بتاعتك مرتفعه، وانا ما عنديش تليفون بفاتوره، ده انا بالكارت. طيب. والله العظيم بالكارت. عشان خاطري ما تضايقيش نفسك، وان شاء الله كل حاجه محلوله. بس يعني انا مريضه والله. سلامتك. حتى المعيش مش عارفين نعيش ولا حاجه. سلامتك. ده انا عايش على باب الله، وقلت له انا فين العيش اجيبه. سلامتك، كلنا فداكي، ما تعيطيش بس عشان خاطري. ما تعيطيش بقى، كل حاجه هتتحل ان شاء الله. ان شاء الله هتتحل. ايه دي؟ ولا انا ولا بنت ولا ما نمتش ولا حلمت حاجه. احنا هنعمل لك اللي انت عايزاه، يعني انا بنفسي همسك رقم البطاقه بتاعتك ورقم بطاقه التموين، وانا هدخل بنفسي اعملها لك من تليفوني، ولا تضايقي نفسك. والله يا ابني انا بعرف اروح، انا ست مريضه وعيانه واشتكيت على المعاش السيسي، ما حدش اداني حاجه، دي لي سنتين للوقت، ودي سنتين ما صدقت طلعت. الخير كله يجي لك. حضرتك من محافظة ايه بس قولي؟ انا من محافظة الجليوبية في حتة اسمها الالج، وانا مريضة والله يا عنوانك بي. عنوانك ايه يا امي؟ قولي لي عنوانك وانا هكتبه. الالج ميدان السرايا عند جامع العمايرة، اسم صباح اليوسف. ميدان، خليكي بس معايا، الالج ميدان السرايا؟ عند جامع العمايرة. عند جامع الراجل بيجيب لي العيش عشان عارف لي وليه بطلانه وست كبيره، فقال لي ده كاتب لك في البتاع الورقه اللي بيطلعوها دي من تحت، قال لي التليفون قال بتاعك بفاتوره. فاتوره ايه وانا وليه تاجر؟ ده انا بستنى اللي يحسن عليا واللي يديني. لا ازاي انت ما عندكيش؟ انا عارف انك اكيد ما عندكيش يعني خط فاتوره، بالكتير يعني هو كارت. انا عارف والله العظيم بسحب بال 10 جنيه وال 15 جنيه كده يعني، حيالله لما يخلص كل فتره. طب عشان خاطري ما تضايقيش نفسك وقولي لي الاسم. يا ابني والله العظيم انا مريضه مرض خبيث وماليش معاش، ده العيش على باب الله، وبقول شويه العيش اوكل بيهم عيالي يكفوا بحدي، حرام ده والله.
طب يا امي اسمع حضرتك ايه طيب؟ كل يوم كرام كرام يا كرام. قولي لي اسمك بس يا امي بعد اذنك، اسمك ايه؟ عشان خاطري بقى من غير عياط. من غير عياط، قولي لي اسمك ايه؟ وانا يعني ان شاء الله مش هسيبك الا لما احل لك المشكله دي بامر الله. وانا معيش بتاع النت دوا، ما اعرفش اروح للنت اقول يا بنتي. انت ما تروحيش، قولي لي اسمك بس وانا هتصرف. صباح اليوسف. صباح؟ اه اسمي صباح اليوسف. علي يوسف، رقم معاك يا احمد؟ ادي خد رقم تليفوني. قولي لي يا ماما. علي يوسف 031 ماشي. ها يا امي 031 8170947. معلش يا امي قولي لي تاني بالراحه. 031 8170947. 0947. والله انا ليا معاش ولا حاجه يا ابني، ده الراجل بيجيبه لي العيش كده لوجه الله. ربنا يديك الصحه يا امي ان شاء الله. اجيب 10 ازاي واولادي في المدارس، اجيب 10 ازاي كل يوم عيش. هيكلموكي والله الناس الطيبه كتير قوي وان شاء الله يا ابني الله العظيم انا وليا غلبان. وانا قصدت اقول رقم تليفونك على الهوا عشان كده يا حاج، صلي بقى على النبي كده. والله ده انا مريضه عندي مرض خبيث وباخد ربنا يعفو عنك. والله العظيم ده انا عيانه وانت مش لاقي حد يعمل لي ما تضايقيش نفسك يا امي، بشكرك يا امي والرقم معانا والناس احنا قلنا الرقم على الهوا عشان يعني دمعتك غاليه قوي 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 قوي، مش متخيله غاليه قوي عندنا قد ايه، واي حد هيقدر يساعدك هيساعدك. مش عارف اقول يعني خلينا اقول كلنا نتفق ان احنا عايزين الصالح لبلدنا. خلينا نتفق ان كل الناس اللي بتحب مصر ودول عددهم كتير، كل الناس اللي بتحب البلد دي عددهم كتير، موافق جدا ان احنا نشيل الناس اللي عندهم فاتورة محمول بتجيلهم اكتر من 800 جنيه، موافق جدا ان الناس اللي عندهم فاتورة كهرباء 1000 جنيه يتحسفوا، موافق جدا ان العربية اللي عنده عربية غالية ما ياخدش تموين. الحجة اللي عندها 10 جنيه في كارت رصيدها وقالوا لها انت اتخصم لك او اتحذفتي عشان فاتورة تليفونك. احنا محتاجين حلول سريعة جدا للحكاية دي، حلول سريعة جدا للامور دي. معايا استاذ سليمان، اهلا بيك يا استاذ سليمان. دلوقتي البطاقة حضرتك عملناها مرتين ودخلنا على الجهاز بيديني فحص للبطاقة. ايوه. وضربنا على الرقم السري ما جاتش، واخد بالك؟ يعني حضرتك عشان بس ابقى انا فاهم حضرتك، كنت كلمتني النهارده في يعني عملت المداخله يعني ولا ايه؟ ولا ده اول سؤال ليك؟ انا عامل المداخله اهوت لقناه. ايوه سؤالي حضرتك، رحت تصرف النهارده قالوا لك انت اتحذفت عشان اي سبب ليه علاقه ب لا 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 ده موضوع تاني. ده موضوع تاني خالص. انت قدمت على بطاقه وبعتولكش رقم السري. لا، ونقطة تانية كمان. طب. رحت مكتوب على الجهاز كده للفحص، رحت بعد شهر تاني عشان اجيب لاختي الرقم السري، قال لي لا ده كده باظت. فاخدت له النهارده دوسيه ورقم البطاقة القومي ورقم وصورة البطاقة اللي هي التمونية، قال لي لا مش عادت تنفع خالص. ايوه مش عادت تنفع، يعني ما اقدرش اقدم على بطاقة تانية؟ بطاقة تانية يا فندم. قال لك ما ينفعش؟ قال لي ما تنفعش خالص. ليه؟ قال لي مش هترجع تاني، وهي ما احنا بنعملها مرة واحدة بس. ومعايا الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية. خلينا نكلم مدير إدارة البطاقات في وزارة التموين نعرف منه حلها إيه دي، بس حضرتك يعني سيب لنا رقم تليفونك وإحنا نقول لك رد علينا قال لنا إيه، يعني في الآخر أنا عندي مشكلة اسمها رقم السري اللي انا ماليش دعوه بيه اصلا. احنا ادينا له التليفون. اديت له رقم تليفون. ادينا له التليفون بس البطاقه كانت واقفه على الجهاز اللي هو بتاع التموين اللي هو بتاع السيستم بتقول واقفه للفحص. عدت المده. وبرضه لغايه دلوقتي واقفه في الفحص؟ لا خلاص لا دلوقتي شغاله. لكن البطاقة واقفة.
طيب ما انا بقول لك احنا عايزين اداره البطاقات تفصل البطاقه دي ايه مشكلتها؟ ايه مشكله البطاقه دي؟ هل يا ترى رقم سري؟ طب هل يا ترى المواطن هنا كان ليه يد من قريب او من بعيد في ان البطاقه دي تقف؟ ما هو ده اللي انا محتاجه. لا 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 ما فيش يا فندم، ما فيش خالص. ما انا بقول انا بطرح السؤال ده على اداره البطاقات وبطرح الكلام ده على مكتب السيد وزير التموين وعلى السيد وزير التموين نفسه، انا بسال في الحالات اللي من النوع ده. وانا بخاطب هنا كمان متحدث باسم وزاره التموين استاذ احمد كمال، بقول له انا بشكرك جدا طبعا على اتصالك. خليني اقول، هل يا ترى انا ليا سبب او ليا ذنب في ان الرقم السري مش شغال على البطاقه؟ انا كمواطن ليا ذنب؟ طب هل يا ترى في الاخر لما اقول له ان الرقم السري يقول لي جاري الفحص، دي معناها ان البطاقه دي خلاص باظت؟ طب برضه انا ايه الخطا اللي انا كمواطن عملته؟ عشان كده انا بقول عشان ما يتقليش خلي بالك انت ما تظلمتش ليه في التوقيت، انا بقول من دلوقتي لغايه 15/3 لازم نتظلم في حاله وجود سبب لحذفك في بون صرف الخبز او بون صرف التموين. معايا استاذ علاء، اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلامه يا استاذ علاء. بعد اذن حضرتك يا باشا، انا قبل كده كلمت حضرتك من كفر الدوار بخصوص كسر مناخيري. حضرتك دلوقتي انا عندي، انا عملت محضر وتقرير طبي وطالع من المستشفى الساعة 9 وطالع من المستشفى الساعة 11 تمام. اللي هو ضربني ده راح عمل محضر الساعة 10 باسم واحد اسمه محمد يوسف. لا لا، من غير اسماء، من غير اسماء، لان انا ما عنديش الطرف الثاني. يعني انا دلوقتي اتحكم عليا بشهر ظلم وهيتقيد عليا الحكم يوم 9/3 الجاي، وبطالب لجا الحقوق الانسان بالتدخل بالتواريخ وورق معايا واثباتات وصور، مفيش حد عايز يتدخل. وبعت فاكسات لمجلس الوزراء وشكاوي وللسيد وزير الداخليه وللسيد مدير امن البحيره، مفيش حد عايز يتدخل ومفيش حد عايز يقف جنبي. رجاء من حضرتك باذن الله محمد، يعني انت بتاخد بصوتنا، بتوصل صوتنا للمسؤولين، التدخل سريعا من لجنة المجلس الاعلى لحقوق الانسان، يحضر معايا الجلسه عشان انا هتحب الشهر ظلم، مضروب ومكسور مناخيري وعندي عمليه يوم 10/6 المجلس الطب محددها لي، ورغم عن ذلك هتحبس يوم 3 يوم 9/3 الجاي ده، جاي لي شهر ظلم هتحبس فيه. طيب بعد اذن حضرتك خليني لحقوق الانسان بالتواريخ والورق اللي معايا يتدخل يشوف الشهر ده ويطعم في الشهر اللي عليه، لان هم عاطينه شهر واحد كسر انف وبوظان وش، عاطينه شهر واحد. وطلبنا عرض على الطب الشرعي ما رضيش يطلبوه. المحامي بتاعك طيب كان موقفه ايه؟ يعني المحامي قال لك ايه؟ ايه الاجراءات الخطوات اللي خدها المحامي، ولا انت معكش محامي اصلا؟ حاجه يا فندم، المحامي ما عملش حاجه، المحامي حضر حضوري جاب لنا شهر، جاب عليا شهر، وهو بيقول لك خلاص القاضي حكم عليه بشهر هنعمل ايه؟ طب وانت ما عندكش محامي تاني؟ كسر انف ووش بايظ والمجلس، ورحت اللجنه الثلاثيه في مصر حددوا لي عمليه يوم 10/6 في مستشفى عام كفر الدوار، ان مناخيري بايظه، انسداد في الشرايين وكسر اصلاح في الانف، واخد فيها شهر، وجايب لي شهر ظلم من غير ما اجي جنبه يحبسني فيه وانا مكسور مناخيري. طيب طلبت المجلس الاعلى لحقوق الانسان والمجلس، انا بضم صوتي لصوتك، ما فيش حد بيتهربوا مني، ما فيش حد عايز يقف جنبي، انا بضم صوتي لصوتك، وحقك لازم يجي لك لو ليك حق. بضم صوتي لصوتك انك لو انت محامي قصر او المحامي ما قامش بدوره كما يجب من وجهه نظرك، لا بتمنى يا رب تتحل المشكله دي، واحنا هنوصل صوتك على قد ما نقدر على اقل الفريق العمل القانوني معانا، احنا هنا في كل جراءه يتواصل معاك، بس نتاكد من صحه كلامك، لان خليني اقول لك دائما وابدا يعني الحواديت ليها طرفين، طرف بيبقى شايف الموضوع من وجهه نظره وطرف تاني شايفه من وجهه نظر اخرى، ايهما صح مش انا اللي افصل، قاضي جليل هو اللي يفصل في ده، انا ما اقدرش، ولكن يعني لو ليك حق طبعا كل بيبان الدفاع عن حقوقك موجوده ومفتوحه، مفيش حد من مصلحته ان هو يضيع حقك، ولكن انا مقدر الحاله اللي انت فيها، مقدر انك انت مصاب في وجهك، مقدر انك انت متضايق، ولكن حقك ان شاء الله يرجع واحنا معاك باذن الله يعني. طيب معايا استاذ اسامه، اهلا بيك. ازيك يا باشا عامل ايه؟ اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. هنوقف التلفزيون بس. والله يا باشا الدنيا متدهوله بامانه والله. وطي التلفزيون بس، وطي التلفزيون عشان نعرف نتناقش انا وانت ونسمع بعض. ماشي صح. اتفضل. والله يا باشا انا متجوز ليا 8 سنين دلوقتي.
بطاقة التومين، يجي بتاع التومين ياخد مننا فلوس ويجي ده وده يجي ده، وانا راجل سواق يعني. مين بتاع التموين اللي خد منك فلوس؟ ايه؟ يعني ايه بتاع التموين ياخد منك فلوس؟ مين بتاع التموين؟ واحد في قرية العزيزية. هذا واحد شغال في التموين ولا انتحل انه شغال في التموين؟ لا هو شغال في التموين. وخد الفلوس بوصل يعني، خد ايه فلوس ايه طيب؟ ولا بوصل ولا اي حاجة. ايوه قال لك هات ايه عشان هنعمل بيهم ايه؟ وطي التلفزيون بس من فضلك عشان يعني نعرف. انا بعدت يا باشا بعيد اهو. اتفضل يا فندم. هو خد منك فلوس ايه وقال لك هنعمل بيهم ايه؟ ده سؤال. خد فلوس كل ما يجي كل مثلا شهرين ثلاثه انا عاوز 50 جنيه ياخد ال 50 جنيه ويقول لي هخلصها لك، ولا بيخلص ولا يعمل ولا اي حاجه واروح ما قدمتش الشكوى ليه طيب في الراجل اللي كل شويه يقول لك هات 50 جنيه ده؟ ايه؟ ما قدمت الشكوى ليه في مدير مكتب التموين تقول له ان عندك موظف بياخد منك؟ ولا يا باشا كلهم حبايب مع بعضهم. طيب هنكلمك بعد الهوا، تديني بس بيانات واسم ومكتب تموين فين اللي بيعمل كده. فكره هات 50 جنيه حلاوه دي والكلام ده مرفوض تماما، ده فساد والفساد بيجرموا القانون. امنعوا الفساد، احنا كمواطنين السبب في الفساد. ما هو انا لما يجي الراجل بتاع التموين يقول لي هات 50 جنيه عشان اعمل لك بطاقه التموين، هو انا لو معايا 50 جنيه اديها لك عشان نعمل بطاقه التموين؟ طب ما اجيب التموين انا واديك لي 50 جنيه في حقي اصلا اللي الدوله والدستور كافلهولي، اديك انت 50 جنيه ليه؟ ما هو انا لو انا كل شويه هديك 50 ما اروح اجيب انا بقى 5 سكر و2 زيت وخلصنا. بقى كفايه 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 كفايه، احنا في وقت ما ينفعش فيه نشغل دماغنا على بعض. هات بس 100 جنيه ومالكش دعوه انا امشيها لك، وانت طبعا مكسل تروح تقف في الطابور فتدي له ال 100 جنيه عشان يمشيها لك، وهو مش هيمشي لك حاجه. دلوقتي بقى سيستم، دلوقتي بقى سيستم. حاج صبري رجع لي تاني، اهلا بك يا حاج صبري. السلام عليكم. اتفضل يا حاج صبري. لو سمحت يا باشا. اتفضل. المشكله دي برضو انت سيادتك برضو عشان تاخد تركي عندنا، دي خريج اللي وداها تدرس في سوهاج كانت التنسيق الالكتروني. كويس. فراحت اتخرجت من هناك سنه 2012. كويس. بعد 2012 نزل قرار من وزير الصحه بتعيين الدفعه كامله في مكانها. بعد ما تعيين الدفعه كامله رحنا عشان نستلم تعييننا هناك، كانت هي حامل في الشهر التاسع. اه. الاستاذ الفاضل رئيس المستشفى ضحك علينا. ازاي؟ مدير المستشفى في الوقت ده ضحك علينا. ازاي يعني؟ قال لي خليها تمضي ان هي تستلم النهارده وبديها اجازه تروح لحد ما توضع وترجع. وطبعا احنا اللي جه لنا باللوائح مجرد انها مضت فهي بقت على قوه المستشفى هنا. الله يرضى عليك. طبعا وضعت ورجعنا هناك علشان نحولها، قال لي لا ده لازم تكمل سنه هنا. قلت له طيب انا اسيب بنت زي كده ومعاها طفل زي لوحدها هنا وانا من غربيه، ده حتى لو هي هتيجي مواصلات انا هخاف عليها. طبعا. ففي الوقت ده حصلت الحادثه اللي انتوا يمكن فاكرينها لحد الان بتاعه التمريض بتاع الكبليه اللي مات فيها حوالي 12 بنت او 13 بنت. تمام. فقلت له طيب انا كده مش هامن على بنتي هنا لان الظروف هنا غير صحيحه. قال لي هو ده اللي عندنا. ومقدم لها الجدول ايه بقى؟ دخلت طبعا قابلت رئيس الجامعه نفسه. مقدم لها الجدول ايه؟ بتشتغل يومين بالليل وبقيه الاسبوع بالنهار. قلت له طيب اليومين اللي بالليل دول يا باشا الطفل اللي معاها ده توديه فين؟ ايوه طبعا. لا طفل هتوديه فين ولا هتاخد الطفل معاها في المستشفى؟ يبقى احنا حولنا زي ما بتكلم مستشفى حضانه. لا قلت له توديه فين وهو لسه رضيع؟ قال لي مش مشكلتنا. قلت له طب هل في حل بقى انها تجيب قفص حديد زي المؤاخذه بتاع الكلاب تحطه بره قدام المستشفى وتحط الطفل فيه وتقفل عليه بقفل عشان تضمن وهي طالعه الصبح تلاقي جثه؟ لا برضه حاج ما والله الكلام ده بنفس لفظ مع رئيس الجامعه.
قال لي دي مش مشكلتي. قلت له يا باشا ده احنا يعني هي ما هتتعين في الغربية هتعالج مش هتعالج مرضى؟ وهنا في صهاج مش هتعالج مرضى؟ ده هتعالج مرضى. المهم قال لي من هنا لهنا لا يعني هي المرضى هتخف لما تفضل قافز وهج. الله يرضى عليك وعلى والديك. فمن هنا لهنا الجماعه اللي هناك قالوا له خد لها اجازه اسمها اجازه ايه؟ حضانه الطفل. فضلنا ناخد اجازات لحد النهارده كل سنه بدفع حوالي 1200 جنيه اللي هو تامين مش عارف ايه عندهم. قابلت وزير الصحه. انا معاك. قابلت وزير الصحة شخصيا قال لي خد موافقة مني ان رئيس الجامعة يحولها لي على وزارة الصحة وانا حولها لك المحافظة بتاعتك. ورحت هناك مرضيش. طب انا عندي سؤال، حضرتك حاولت تقابل محافظ سوهاج؟ يعني اسمعني يا حاج صبح، حضرتك قابلت حاولت تقابل محافظ سوهاج؟ حاولت اقابل محافظ سوهاج ومعايا رقم شكوتين وقابلته شخصيا. المحافظ للمحافظ قال لك ايه؟ قال لي انا بحاول مع رئيس الجامعه مش موافق. يعني وزير الصحه مضى لك وقالوا لك لا مش هينفع ننقلها، والمحافظ قال لك انا بكلم رئيس الجامعه ومش عارفين ننقلها. وزير الصحه قال لي انا موافق، الجامعه اللي رافضه. الجامعه رافضه؟ يعني المحافظ ووزير الصحه ووزير التعليم العالي ده الاغرب من كده. قدام رئيس الجامعه يعني اسمع سيادتك اللي جاي كمان. قول يا حاج اللي جاي كمان. قابلت وزير التعليم العالي ثلاث مرات ويمكن عنده على السيستم ثلاث شكاوي. قال لك ايه بقى؟ بيقول لي الجامعه رافضه. قابلت الدكتور محسن اللي هو رئيس التكليفات. ده في حاجه مش بص يا حاج في حاجه مش مفهومه يا حاج، عارف شبه ايه كده بالظبط؟ معلش مع احترامي ليك. لا هو اللي مش مفهومه في حاجه مش مفهومه، يعني ايه وزير ومحافظ؟ انا بوضح له سيادتك اللي مش مفهوم ان مجرد ما الوزاره بتبعت لاي حد في الجامعه الموظف اللي قاعد بيرد وخلاص، ولا رئيس جامعه بيشوف حاجه ولا. انت بتقول ان انت قعدت مع رئيس الجامعه وقال لك لا؟ ايوه انا بقول لك الكلام ده ومعايا اوراق الكلام ده. ايوه يعني خليني اقول لك خليني اقول لك هي مش موظف بقى، ما هو رئيس الجامعه اللي قال لك لا، وعرف منك انك قعدت مع الوزير وعرف منك انك قعدت مع المحافظ ورغم ذلك بيقول لك لا، يبقى هو اللي يعني الكلام مش موظف بقى قاعد بيرد، ده رئيس الجامعه اللي مش عايز. اتغير اربع رؤساء جامعه. اتغير اربع رؤساء جامعه. هو الاربعه بيقولوا لا؟ لا ما هو انا بقول لسيادتك الواضح كده هناك اللي انا بقول لك عليه ده. اخر حاجه كمان لسيادتك للعلم اخر شكوى رقم 15 اخر شكوى رقم 15-0-18 ايوه افتح وها يا حاج بوابة الحكومة الإلكترونية. لا وقت التلفزيون بقى انت كنت موطي التلفزيون والدنيا جميلة وسامعين بعض. آخر شكوى. آخر شكوى رقم 15. أيوه كتبت الشكوى لرئاسة الوزراء. وبعتوا لهم للتظلم قالوا لهم الجامعة في احتيال، فطلبت في الشكوى دي النهاردة على التلفزيون طلبت في الشكوى دي إن أنا مقابلة لا الوزير نفسه لا مقابلة السيد رئيس الجمهورية. لحد يحل لي مشكلتي من 2012 لحد النهارده. والله بص بص يا حاج انا طبعا بضم صوتي لصوتك وخليني اقول للسيد رئيس الجامعة واقول للسيد المحافظ محافظ سوهاج واقول للسيد يعني وزير انا بشكرك جدا يا حاج، انا بشكرك جدا يعني وصلتني الشكوى. ببعت المشكلة يا جماعة سيد رئيس الجامعة يا دكتور عندنا مشكلة ان احنا المواطن لما الدنيا بتضيق وش في وشه بيقول لك انا عايز اقابل الرئيس. فاحنا سيد رئيس عنده حاجات ومشروعات وملفات مهمة جدا جدا. وانا كرئيس جامعة عندي طقم تمريض، حد جاي لي بيقول لي ظروف ان انا من الغربية وعندي اطفال يعني حكالي حاجات ينفع اساعدها بعيدا عن بقى لو جايه من طرف المحافظ او جايه من طرف وزير. ظروفها صعبه، عندها اطفال وهي من الغربيه. وده صعب جدا. ما ينفعش تشتغل بالليل عندها طفل ثلاث سنين وهي عندها شيفت بالليل، تودي الطفل فين؟ استاذ مجدي اتفضل. نعم يا باشا. اتفضل يا استاذ مجدي. دلوقتي حضرتك ناديه سليمان عبد العزيز.
ديت فرد واحد، بطاقة فرد واحد كويس، والبطاقة دي رقمها معايا هنا اهوت، والبطاقة دي واقفة خالص، وعملنا لها وكانت واقفة على رقم السري وما تعمل، وجالها الفحص كانت مكتوبة قدامها فحص، عم عدت المدة كلها جينا نشغلها قال لي لا ما تنفعش. ايوه ما سيادتك قلت لي كده فعلا. ايوه يا فندم ما انت الخط قطع وانا معلش. ما كملتش مع حضرتك. معلش يا فندم معلش. حضرتك من محافظة ايه؟ محافظة الشرقية يا فندم. مكتب بريد ايه؟ مكتب تموين ايه؟ بني عامر. بني عامر محافظة الشرقية. طيب حضرتك هتبعت لنا بس هتسيب رقمك للكنترول؟ واحنا هنسال اداره البطاقات ونكلم مديريه التموين هناك في الشرقيه يقولوا لنا البطاقه اللي وقفت دي حلها ايه؟ هل يا ترى تعمل بطاقه جديده ينفع؟ ولا هل يا ترى بطاقتها اتلغت فحضرتك هتقول لنا اتلغت ليه؟ اتلغت بسبب حاجه المواطن اساء فيها من معاملات من مستندات، فيبقى المواطن فاهم يا محمد انت مش هينفع يبقى عندك بطاقه عشان 1 2 3 4. انا حتى دي بالنسبه لي المعلومه دي فيها مشاكل مش عارف يعني احصل عليه، يعني 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 خليني اقول لحضرتك، واحده بتقول لي انا عندي 7 اولاد، انا ارمله، انا مريضه سرطان، انا بشحن خطي ب 10 جنيه، دي معقوله يطلع لها سبب ان التليفون المحمول بتاعها برقم كبير؟ اسمحوا لي انا محتاج اجابه على الجزئيه دي. لما خطبت السيد المنسق المحترم هاني العراقي وقلت له يا فندم الناس عندها مشكله في 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 هذا الاطار يعني، قال لي ادخلوا على موقع دعم مصر وخدوا بالكم انتوا عندكم 15 يوم تاني، انتوا عندكم 15 يوم فقط للتظلمات، بسرعه جدا قولوا البعض قولوا البعض تظلموا قولوا البعض، البطاقات هتقف يوم 1/4 ملهاش حل، حتى لو طلبت لي في 1/4 ده سيستم ملوش حل. استاذ مجدي اتفضل. يسري يا فندم. اتفضل يا استاذ يسري احنا اسفين اتفضل. تحت امرك يا فندم. معلش انا وصلت لغايه 1/1/7/2018 كان عليك 17000 جنيه. 17000 كويس، وهو يعني معنى كده ان انا في 10 سنين بسد في 5000 ونص، كل شهر بياخدوا 419 جنيه كويس. فرحت ليه بقول للمدير حسبي الله ونعم الوكيل ايه بس كده يا فندم، جه قاطع المرتب كله بالكامل بقالي 9 شهور ما بقبضش جنيه ليه وليه، رحت النيابه الاداريه يوم الخميس واشتكيته. طيب قال لي لا، رحت قال لي المستشار رضا في النيابه الاداريه في محافظه الغربيه، قال لي روح لمدير البنك دلوقتي، انا كلمته وزعقت معاه، رحت له النهارده يقول لي احنا قطاع عام، انت فاكر ان الحكومه ديت هتقطع رهابينا؟ لا خليني بس اقول لك، عشان هي الكلام اللي احنا بنقوله ده كده كده مش هيفيدنا في حاجه، احنا عايزين نعمل في الاخر المفيد والصح. اتفضل. احنا كده كده عايزين نخاطب الشؤون القانونيه والماليه في البنك، نقول لهم يقولوا لنا حل في جدوله الرقم، الرقم ان انت هتقطع عني اكيد انا ما اقدرش اكل. وفكره انك رحت للمستشار رضا وقال لحضرتك ان هو عمل اتصال تليفوني معاه، ارجع له تاني قول له يا فندم خد لي موقف اداري. وهل يا ترى هو قانونا يقطع مرتبي كله؟ طب اكل منين؟ يعني خلي الموضوع مش موضوع شخصي فحسب الله ونعم الوكيل، فانت قلت لي طب اللي عندك احنا قطاع عام، انا عايز الموضوع بشكل يعني اداري، هنروح للمستشار رضا تاني في الرقابه الاداريه وتقول له يا فندم انا عايزك بشكل اداري. الاداري. في النيابه الاداريه تقول له بشكل اداري يا فندم حل لي المشكله، وروح لمدير البنك قول له انا يعني انا ما فيش بيني وبينك خصومه، انا في الاخر راجل عايز اكل واشرب. خصم المرتب كله ما يرضيش حد خالص، ومفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. بقالي 9 شهور على كده. حقك عليا، يعني حقك عليا وانا معاك، انا جنبك ومعاك وبرنامجي حد واتنين في انتظارك، قول لي محلش واحنا نفضل نصعد نصعد لغايه ما اكلم وزير الماليه، يعني احنا مع حضرتك في الاخر، يهمنا ان انت بتبقى زعلان. شكرا. بشكرك جدا، ربنا يسد معاك، اللهم امين.
طيب عشان ضيوفي انا معلش هاخد 5 دقايق يا استاذ احمد كمان في موضوع التظلمات. وبكره انا بقول لحضراتكم ساعه كامله من 11 ل 12 هنتكلم عن التموين واقول لكم وصلت لايه والمشاكل اللي جاتني النهارده. هكلم بكره اداره الاعلام في وزاره التموين اقول لهم الناس سالتني في كذا. ولذلك انا بقول لحضراتكم قولوا لي ايه المشاكل اللي قابلتكم. فبعد اذن حضراتكم بكره الاثنين 11 بالليل كل واحد صرف خبز او صرف تموين يكلمني يقول لي اتقال له ايه. خليني اقول لكم اخر سطرين عشان اسيب حضراتكم ونطلع نستقبل الفقره الثانيه. بيقولوا بقى لن تقبل التظلمات في مكاتب التموين، التظلمات فقط عبر موقع دعم مصر عن طريق الانترنت ولا علاقة للمكاتب بذلك، ولا يحق للمواطن تعديل بياناته التموينية الا من خلال موقع دعم مصر. اخر موعد لتقديم التظلمات 15/3 اخر ميعاد، وبعد ذلك سيتم غلق الموقع اصلا، يعني مش هتعرف تدخل الموقع تاني. واعتبارا من 16/3 ل 31/3 تبتدي عملية فحص التظلمات. استاذ يسري اهلا بيك، رجعت لنا تاني. اتفضل يا باشا. استاذ يسري حد تاني اهلا بيك. ايوه السلام عليكم. مع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ناحيه انا يعني بقالي 5 شهور ما دفعتش كهرباء، مفيش حد جانا بالكهرباء. الايه يا فندم؟ كان بيقول ايه طيب؟ طب ارجع كلمنا تاني واحنا مع حضرتك نرد على استفسارك. خليني عندك مشكله في الكهرباء بس مش عارف ايه هي، حاول ترجع لنا تاني. 5 اعتبارا زي ما قلنا لحضراتكم من 16/3 ليوم 31/3 دي الفتره اللي السيستم فيها هيبحث التظلمات. يعني من يوم 15/16 الموقع اتقفل. بيقولوا كمان قبول التظلم بعد الفحص والدراسه. قبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت. لو اتقبل التظلم البطاقة تشتغل كما كانت. 2 لو تم رفض التظلم وقفت البطاقة فعليا من اول شهر ابريل. يلاحظ ان من لن يتقدم بتظلم هو بيجيله انذار على بون الصرف بان بطاقته موقوفة وقف مؤقت وغير ساري. سيكون مصير بطاقته التموينية الوقف النهائي بداية من شهر ابريل. اللي عنده اي تظلم او عنده اي مشكلة او اي جملة كتبت له على البنات ارجوكم من فضلكم ادخلوا على موقع دعم مصر من اي تليفون محمول، رقم بطاقتك القومي ورقم بطاقتك التمويني. لو قالك في البون انت موقوف بسبب الكهرباء قول له انا عدادي رقمه كذا واستهلاكي بدفع فاتورة كذا كل شهر وانا ما لا امتلك غير عداد كهربائي واحد، لان تاني ينفع محمد سامي عنده شقه في شبرا خيمة وعنده فيها عداد، ومحمد سامي عنده شقه تانيه في اسكندريه في ابو قير فيها عداد، واحده تانيه بقى في بيت ابوه باسمه فيها عداد. مجموع العدادات دي هيتجمع وصاحب البطاقه دي مش هياخد، صاحب العداد ده مش هياخد دعم. وخليني اقول لحضرتك هتقول لي ما الحاج كبير في السن وانا اللي بجريله، فرحت عملت العداد ده باسمي والعداد اللي في البيت الكبير عملته باسمي، والدكانه بقى الصغيره بتاعتي اللي باكل فيها عيش بتاعت السمكري دي عددها باسمي كده مجموع دول. لا انت كده مستريح ماديا عند السيستم، مش عندي، مش عند الوزاره، عند السيستم شايف كده. مين معانا؟ اخر اتصال تليفوني يا استاذ يسري اهلا بيك. السلام عليكم. من ناحيه الكهرباء بقالي 5 شهور مفيش حد جانا ياخد فلوس كهرباء. ازاي؟ ما فيش ولا حد بيبص في العداد ولا اي حاجه. اجي اروح يقولوا لي يقولوا مش عارف، وبعدين خايف مثلا يقولوا هات 3-4 آلاف وانا راجل فقير على نور الله. يعني انت خدت القرايه بتاعت العداد وقلت لهم خدوا القرايه هي عايز ادفع؟ قال لك لا. ايوه اديت لهم اخر وصل وقالوا لك لا. انا ليه معنى ما فيش فلوس تدفعها؟ طب بعد اذن حضرتك روح اعمل محضر. اعمل لهم محضر اثبات حاله ان هم بيمتنعوا عن انك انت تدفع فلوس الكهرباء، وارجوك اعمل كده.
واعمل شكوى بجد كده مقدمه للسيد رئيس شركه الكهرباء فرع الحته الفلانيه شمال الدلتا جنوب الدلتا القاهره ايا كان هو مين، قدم شكوى قول له ان الموظفين ما بيجوش ومحدش عايز ياخد مني فلوس الكهرباء، وانا عارف ان انا فجاه الاقي عليا 2000 3 4 وده يعمل لي ازمه كبيره في بطاقه التموين، لاني هيجي لي وصل النور يقول لي انت عليك 1840 جنيه ويبقى انا ساعتها بطاقتي وقفت ومش هعرف اجيب لك ال 1840 جنيه، تبقى حطيتني في ورطه عشان اما موظف مكسل ينزل او في خلل في السيستم عندكم، وفي الاخر انا كمواطن مفيش بايدي حاجه. بعد الفاصل واحد هيحول موهبته ويحول حلمه اللي كان بدايته كابوس، شاب قدم في مسابقه في احد البرامج الغنائيه عرب جوت تالنت اكتر من مره، اول مره وتاني مره وكل ما يروح يقولوا له انت ما تنفعش، وهو مؤمن جدا ان انا عندي موهبه، هو مصدق هو عارف انه عنده الموهبه، واحتمال كبير يبقى كلنا عندنا مواهب، واحتمال كبير كمان يبقى في شباب عندها مواهب بس اما بعد اول طوبه صغيره يقع او بعد اول هزه ما يكملش او يصدق حلمه، زي ما نجمي اللي هيشرفني بعد الفاصل والناقد العملاق الفني اللي هيكلمنا النهارده في ازاي نحول الكابوس الى حلم، ازاي نحول فكره الموهبه ولو نصف موهبه الى هدف قصر من النجاحات، تكون نجم في حتتك بس لو صدقت نفسك، لو عرفت انك جواك فنان. خليكم معانا بعد الفاصل، استقبل ضيفنا ونرجع نكمل.